رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية وقائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية. رئيس الوزراء يستقبل بعدن وفد مؤسسة التمويل الدولية. ليلة فنية بالمكلا تكريما للفنان الراحل كرامة سعيد مرسال بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة. ومحافظ حضرموت يدشن بالمكلا مخيما طبيا لجراحة الأنف والأذن والحنجرة بدعم من مركز الملك سلمان، ويبحث مع وفد منظمة العون المباشر الكويتية الترتيبات لافتتاح مكتبها بالمكلا. أمين عام محل حضرموت يدشن ورشة عمل لوضع رؤية لعملية سلام شاملة باليمن.